اهلا، السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله اللي بديتها لكم من مرجان. المهم خرجت باش غادي نتقطع شويه ديال الشميشه، كنشوفش مزيان، ضرباني الشمس. خرجت باش نتقطع داكشي اللي خاصني واللي ناقصني، فريمون ولينا كنشوفوا شي حاجه اللي كتخلع خصوصا في هذه الوقيته هذه. ما كاين حتى شي، ما كاين حتى شي شاريو. نتسناو الناس، شاريو واحد ما كاينش، ومرجان مطرطق 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 بالطوموبيلات بعدا غير في الزنقه، راه مطرطق في الباركينغ. هانتوما كيف ما كتشوفوه هكا والداخل الله اعلم. المهم انا غادي نشارك معكم الاجواء كيفاش دايره الداخل. المهم جيت باش نتقضى ناخذ داكشي اللي خاصني. سمعت بان ما بقى والو ما بقى حتى شي حاجه والله اعلم. ندخل بحالي بحالكم دابا، انا مازال ما عارفاش ندخل ونشوف شنو كاين. اما بالنسبه للكراس ما كاينش، كروسه وحده ما كاينش. شوفوا هانتم كروسه وحده ما كاينش، لا هنا لا لهيه. هما خرجوا واحد الناس مخرجين معاهم الشاريو ديالهم، وناخذوا من عندهم الشاريو، كنتسناوهم عاد ندخلوا ان شاء الله باذن الله. المهم شنو نقول لكم، الله يلطف بينا هادشي اللي كاين. المهم حنايا دخلنا المرجان، مرجان فريمون عامر، كاين الناس والناس كتقضى وكل شيء، ولكن راه كاينه غير اللهفه وصافي، حنا البشر اللي دايرين اللهفه. اما السلعه وكل شيء كاينه. هانتوما تبارك الله، ها السكر ديال القالب، ها السكر الاخر ديال اتاي، ها السكر ديال القهوه، تبارك الله كاينه السلعه كاينه. ها سنيده ناخذ وحيده، تبارك الله راه كاين. المهم انا غنتقضى التقضيه ديالي العاديه، يلاه وزيد. هانتوما هاد البلاصه هادي ديال الزيت، هانتوما كاين كلشي، كلشي زيوت كاملين كاينين اشكال وانواع. كلشي كاين هانتوما، مازالين عاد الناس يحطوا السلعه. هادشي من الداخل ولا في الشارع؟ صافي ناخذو جوج. المهم هاد الجهه ديال الطحين بصح خاويه ما فيهاش كيف ما كتشوفوا. هنا يلا عاد حطوا هادو، ولكن هاد الجهه كامله مخواوها. كنقلب على الطحين ديال النخاله ما لقيتوش، كاين شكين غير الفرص والفينو، لا ما كاينش. مشكلة هادشي. تلعب بيا ما مسموح، يلا روح انتهى. شفت هكا؟ لا حليتو. بغيت الصابون ديال الماعن، ها هو. لا تبارك الله كاينه السلعه. الناس اللي كيهزوا بزاف، اما السلعه زعما الصراحه كاينه في اي حاجه قلبتوا عليها كاينه في مرجان. انتم كلشي بالستوك موجود الخير، اون فوا كتخوال الحاجه والله الا كيوليو يخرجوها ويحطوها. الزيوت ها ياك بلاصه ديال الزيت عامره، وهنايا هانتوما عاوتاني حاطين الزيت. ها مطيشه بلاصه اللي من تحت. ناخذ وحيده. خالتي هيا ها الزربيه اللي قلت لك. وكاينين هادو، جيت البلاصه انا ديال المعينات، كاينين هادو. هادي ديال الصالادي معها سته ياك، سته البياسات هي ومعها سته ديال الزليفات بحال هكذا.
مزيونين دايرين الثمن ديالهم 62 درهم. كاينه هذه بوحديتها كدير 39 درهم حتى هي مزيونه في البيض. واحد الكويسات ها هما كاينين في اللوينات، كاين الموف، كاين الخضر، الحمار والصفر. داير نعم ولدي سفيان كيديروا 99 درهم ولكن مزيونين. الله يلقى ساعه 40 درهم. وكاينين هادو اللي هكا جايين بويض سامبل عاديين وفيهم هذا لارجونتي حتى هما نفس، لا هما دايرين 89 درهم. لا غير كنوري للبنات زعما شنو داخل. وكاينين في الدوغي هادو حتى هما في الدوغي فنين، والله الا فنين، سوا الدوغي سوا لارجونتي دايرين 89 درهم في التخفيضات. انا كتقول لي خالتك وحبيبك اللي هو حبيبك كتعيط له بسميتو انس بازلك. كاينين هادو صوم فيهم شرونا وياك شي كفر 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 علاش تخباني ولا نخبى كي زعما هكا مزوقين شويه. كاين هادو حتى هما دايرين 119 درهم وكاينين هادو دايرين 100 دايرين 99 درهم 99 درهم ولكن هادو قصاورين صغيورين ماشي بحال الاخرين كبارين. طويجنات مزيونين، زيت زيتون زبيدة كونفيتور عسيلة مزيونين 12 درهم واقيلا دايرين 12 درهم 95 هو اللي قلت اسمع ونقليها مني. لا انا اللي قلتها له. هادو خلاص هما مزيونين وليني هادو مزيونين. لا هادوك هادوك يصلحوا لداكشي ديال الفطور، فطور ولا كسكروت كيجيو فنين. هادو فطور طويجنات. انا عندي في البيض، عندها في شكل اخر. انا عندي في البيض تا ترونسبارون كيجيو فنين. ها سفيان مزيونين مزيونين. سفيان سفيان اجي تو راسك اجي تو راسك. سفيان كتقول لي انا خالتك ياك وانت كيقال لك حبيبك انس. انت انا ما حبيبوش انا خو الصغير. هذه مستوحاه من قصه واقعيه. هذه فاش كنكونوا في ماكدو كندورو يلا ما قالت لك المد العيد. ها هما الصغارين ديالهم زعما من الجهه اللي من لهي. هيا يدير لها كافر مستر شيف سادي مزيونة. والله لا دغيا توسخ يا لا دغيا توسخ هذيك. هاد المسخوط اللي شفنا القيموس فيهم 57 في العرض و 180 في الطول 199 درهم. السوان دار لكم داكشي كثروا قلت تبقات في زكرك داكشي زيتي تمشي بحال بلاش. انا صغيفاح لا واش كاين ولا ما كاينش؟ لا كاين لا طريتي كاين شي وكنشغلكم. يلاه زيد بلاش بحال هكا تبالا. جيت باغ ناخذ البيبي ان شاء الله باذن الله واحد طويقيات جيبي واحد كنظن ناخذ هذا. كاين في الغوز كاين في البلو سيال وكاين في البيض كناخذ هذا. عندها جوج بغيت نزيدها هكا واحد. كاينين هادو كاين هاد البويض حسن ناخذ غير هاد البو. يلا عاد دابا خرجنا من مرجان. المهم حنا مازالين فيه راه حنا في الباركينغ ولكن يلا عاد خرجنا يعني من الداخل فريمون هكا مطرطق عامر 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 بالناس والناس غير كتهز 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 ولكن تبارك الله والله العظيم الى الخير كاين ماشي زعما الصراحه الخير كاين
ستوك كاين وكل شيء كاين، ولكن حنايا اللي فينا اللهطه خدامين هز هز هز. المهم انا ما خديتش زعما الصراحه داكشي ديال ستوك، ما خديت حتى شي حاجه، لا وقعت شي حاجه ما عندي ما ندير. المهم خديت غير داكشي اللي خاصني وصافي. منهم خديت واحد الزريب ديال البيت ديال بناتي، ان شاء الله غادي نصوبو ونشارك معكم الديكور الجديد اللي بغيت ندير لهم وصافي. اما بالنسبه لداكشي اللي خديت، خديت داكشي عادي اللي كنتسخرو دائما، الزبده ما بقاتليش خديتها، شويه هاد الخضره ما بقاتليش حتى هي خديتها، السكر ما عنديش خديتها هي غير باكيه، يعني ماشي بواكي والروينه. المهم تمشي الدار ان شاء الله ونتقاسم معكم داكشي. جافي تا هو ما بقاليش، خديت واحد البيضو، ايوا واحد شويه ديال الزيتون، شي 152 غرام الزيتون كحل. المهم غير داكشي اللي غادي نحتاج، هذاك الشيء اللي كاين. المهم تمشي الدار ان شاء الله ونتشاركوا معكم. نغرز لك ونغرز له كيتقاتلوا، كيتقاتلوا. يلا دابا دخلنا للدار. المهم دزت كذلك للسويقه، المهم خديت شي تخريبيحات من السويقه، شويه د الخضره. المهم انا كنبدا نصور، خاتي كتشدها الساعه الا كتكون ساكته، غير نبدا نصور خالتي تبدا مسكينه كتسال. المهم هانتوما، انا كي قلت لكم خديت الصخره ديالي العاديه، ما درت ماشي ستوك ولا شي حاجه، خديت داكشي اللي ناقصني وصافي. خديت سنيده، خديت شامبو ما بقاليش ديال اولترا دو، غزاله البنات. هذا راه كنت داك النهار قلتها لكم، قلت لكم راه زوين وصدق غزال، حيت انا كنت غير دوشت به مع لوستي، ولكن من بعد فاش خديته لهم داك النهار صدق غزال. وداكشي دابا باش خديت عاوتاني هذا. المهم وهنايا خديت الخميره، خديت جوج ديال ارزات، لان ارزات ديال ارزات اللي كان ديجا عندي ما بقاتليش، وارزات اللي كنت كنخدم الباكيه ديال ليدل حتى هي ما بقاتليش. المهم يعني ستوك خوا، اما هادو خلاص غير لبناتي، بانونات لبناتي تداوهم وصافي. وهنايا خديت الخس، خديت شويه ديال طوماط سيريز بالنسبه للشلاضه، قلت لكم راه داكشي يعني غير اللي غادي نستعمل وصافي. خديت مطيشات ديال الحك، خديت منها وحيده لان بقى لي غير شويه في الكونجيلاتور. خديت واحد اتاي ديال السبع، خديت شويه ديال الزيتون، قلت لكم ربعه ديال الزيتون فيها، لا اكثر من ربعه، 325 غرام ديال الزيتون هكا للفطور الصباح، لان ما بقاليش هاد اليومين باش ما بقاليش. خديت الصابون ديال الماعن حيت كنحتاجو هكذا فمي كيشطوا لي الماعن، ما كنحشمش هكا في الماكينه كيشطوا لي، خصني نغسلهم هكا في لافابو، اولا ملي كتكون كوكوط ولا شي حاجه اللي ما كتدخلش للماكينه ديال الماعن. وخديت الخل حتى هو ما بقاليش، وهنايا خديت الخوخ، وهنايا خديت مطيشه، وهنا خديت لاريكو، وهنا خديت الثومه، وهذه هذا الخيار. المهم هذه هي الخضره اللي خديت من مرجان، اما التمر باقي كله خديته من السويقه. خديت السكر، لان السكر كي قلت لكم حتى هو ما بقاليش. خديت هادو دابا الكوتي، هادو اللي كيكون فيهم بحال المذاق ديال القريشلات، هادو كيكونوا مزيونين. وخديت الزبيده، حيت الزبده موالفه انا كناخذ صراحه داك الزبيده تراكم شفتوهم ديال 200 غرام غير الصغيورين، كناخذ هكا جوج ونحطهم عندي. وحماتي شافتني كناخذهم هي تقول لي اسمع علاش ما تاخذيش الزبده ديال الكيلو، كطيح شويه رخيصه ما كطيحش زعما غاليه وداك الشيء. قلت لها ما كنبغيش ناخذها غير حيت باش ما تضيعليش، قالت لي قطعيها مرصويات وخبيها في الكونجيلاتور وبقاي تجبدي طريف اللي بغيتي تستعمليه. ايوا داك الشيء اللي غادي ندير دابا، خديت هذه ديال الكيلو ولكن غادي نقطعها ونخبعها في الكونجيلاتور، نخلي غير اللي غادي يتنكل وصافي. خديت لي بيلون ديال الدجاج، خديت هاد لي بيلون راكم عارفين الفخيطات ديال الدجاج. وخديت جافيل، لان جافيل تا هو قلت لكم كنصفو ما كيبقاليش. وهنايا كاين واحد البلاطو ديال البيض صافي. وخديت هنايا 5 كيلو ديال الفورس و 5 كيلو ديال الفينو، هادشي اللي خديت. كنت باغا ناخد حتى لاخر ديال النخاله، ساعه النخاله ما كاينش كاع، السميده خلاص ما خديتهاش حتى هي ما عنديلاش، راه كاين عند مول حنان هذيك الوقت كنخدها غير بالعبار وداك الشيء. المهم خديت غير 5
5 كيلو 5 كيلو هكا كيتحتاجوا في المسكوته في الا بغيت ندير الخبز اولا داك لي همبرغر اولا شي بليويات ولا شي حاجه يعني قلت 5 كيلو 5 كيلو راه كافي يعني ما عنديناش ناخذ يعني داكشي كونتيتي وقسما بالله كي قلت لكم راه حنا اللي دايرين اللهفه اما كلشي يعني كلشي كاين تبارك الله ما شاء الله اوفا كتسالى الحاجه كيشوفوها كيشوفوا بان الناس هزوا داكشي بزاف وهذا كيوليو يخرجوا داكشي اللي عندهم في ستوك اما تبارك الله كاين كلشي غير حنا اللي كنمشيو نهزوا داكشي بالعراره والروينه وهذا صافي وبالنسبه لهاد البلاصه هذه بالنسبه لهنايا خديت الماء كيف ما كتشوفوا وبالنسبه لهنايا كي قلت لكم دزت للسوق خديت شويه ديال التشين هكذا شويه ديال التشين وخا الصراحه هذا النهار الخضره غلات خديت التشين ب 5 دراهم خديت البصله ب 10 دراهم البصله ب 10 دراهم حتى هي غلات طلعات خديت البنان البنان هو اللي رخيص البنان خديته يلاه ب 10 دراهم لا ماشي 10 دراهم 6 دراهم 18 دورو هي 8 دراهم خديتو ب 8 دراهم خديت الجلبانه هكذا خديت واحد 4 كيلو الجلبانه دايره 8 دراهم الكيلو وخديت شويه ديال الفريز داير 10 دراهم وخديت شويه ديال الحامض بالنسبه للدجاج وداكشي راكم عارفين الحامض داير 6 دراهم الكيلو خديت تما الحليب وتما الفلفله والحاجه اللي بغيت نشاركها معكم هي هذه اللي قلت لكم غادي نوريها لكم هذه هي اللي خديتها هذه خديت زريبيا البيض ديال البنات المهم هي صراحه ماشي كبيره خديتها غير على قد فين يحطوا الرجيلات ديالهم لان انا ما دايره لهمش الموكيط اولا الزربيه من تحت من النوانس ديالهم كاملين هكا محشيه من تحت لان كنحتاج على انني كل ساعه نزولها ونزول الغبره وداك الشيء وكتجيني صعيبه باش نخرج الخشب كامل ديال البيت والمطلات كاملين ديال البيت كتكون يعني تمره شويه عليك قاصحه دايره لهم غير هكا في الوسط ديالهم يعني واخا داخله شي شويه من تحت من الطبالي غير هكا كتهزيكم ميم غير داك الجنب وتطيريها ما كتجيكش صعيبه ماشي كعكي بحال الموكيت كيكون على البيت كامل ضاير كتجيك القضيه شي شويه صعيبه المهم خديت لهم هذه ديتها لهم هكا فيها الاحمر والكحل والكري وهذه علاش خديتها خصوصا بها في هذا اللون هذا لان غادي نبدل لهم عاوتاني الشكل ديال بيتهم وبغيت نزول عليا هذيك الزربيه الكري نضرب لها عاوتاني هكا واحد الغسله ونشفها ونحطها عاوتاني من بعد ومنين نبدل عاوتاني نبقى باش نبدل حيت هذيك هي الوحيده اللي عندي ما عنديش باش نشونجي نورمالمون مي كنبغي حتى نصبن ولا شي حاجه خاصني نصبنها ونبقى كنتسناها تنشفوا داكشي باش نعاود نحطها لهم كتبقى رجيلاتهم تما راكم عارفين دابا الايامات ديال البرد وداكشي واخا زعما الجو بدا كيسخن ولكن واخا هكا كان عندي الدار شويه بارده المهم خديت لهم هذه اللي كتجي على هذا الشكل هكذا وهكذا المهم صراحه مزيونه حتى نتلقى ان شاء الله وتشوفوها فيها صراحه ما فيهاش هذاك اللعيبه ديالها النور باش نقول لكم بالضبط فيها والله ما نعرف وقيلة متر وشي حاجه متر وشي حاجه في الطول والله ما عرفت ما بقيتش عقله بالضبط المهم حتى تشوفوها وصافي هذه خديتها ب 229 درهم وكاينه الصغيره ديالها كدير كدير 189 درهم وقيله المهم هذه انا بعدا هذه اللي انا متاكده منها خديتها ب 229 درهم باش خديت هذه ان شاء الله منين غادي كي قلت لكم نصوب لهم البيت ديالهم غادي تشوفوها كيفاش غادي تجي انا اصلا خديتها لهم فهاد اللوينات هادو لان محتاجه هاد اللوان فهمتوا يعني ديجا عندي لي كوفرلي وداكشي في هذاك اللوان داكشي علاش اختاريت هاد اللوان بالضبط وصافي هادشي ما كاين المهم تقاسمت معكم الاجواء ديال هاد النهار ديال الصخره ديال هاد النهار نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي لكتب الله بيزو كبيره ليكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم باي باي